على فكرة، البنت اللي ما عم تقرب على حدا، ما كتير عم تخالط رفقاتها، ما كتير عم تطلع وتفوت، ما عاد تحب تقرب على حدا. خلص، مين سأل عنها ومين ما سأل؟ أصلا مفارقة معها، وهي نفسها البنت اللي بتضل فاتحة نت 24 ساعة، ما بتحب تحكي مع حدا. هي الحالة اللي عم تمرق فيها هيك بنت، والعزلة عن العالم كله اجت بدون سبب. كانت تحبهم وتعاملهم بكل طيبة وحنية، وعندها اياهم اغلى الناس، بس بالمقابل انجرحت كتير منهم بانه شافت المعاملة بالعكس، والطيبة اجت ضدها كسر.